فوجئ المواطن علي عباس من أبناء الضاحية الجنوبية لبيروت بوجود دجاجة بثلاثة أرجل مع بداية نمو للرجل الرابعة، والتي تعد حالة نادرة وسابقة في لبنان. يوميا صبح مننزل فروج حي ومنفرزه مشان تقطيع والوزن، فجأة لقينا هذه الدجاجة بثلاث جرين. سبق من 26 سنة كمان صارت معنا قصة وراحت بالغلط اندبحت. من بعد بثلاث أيام توفى البنت. قالوا لنا هذه شؤم خير شر إذا اندبحت، عشان هيك تركينا من نربيها لوحدها تياخ معنا. ضل وبدي ربيها وعمل لها أكل خصوصي ومطرح لوحده. وفي التفسير العلمي لهذه الظاهرة، أكد الدكتور البيطري جرجي معاصيري أنها حالة علمية نادرة في لبنان، داعيا الدولة إلى الاهتمام بهكذا حالات، خصوصا أن التلوث في لبنان يهدد بحصول تشوهات خلقية للحيوانات تؤثر سلبا على الثروة الحيوانية. ظاهرة الدجاج عم يحكوا عنها. لا، الدجاج اللي عندها عدة إجرين، يعني فينا نسميها هذه بوليداكتيلي، هذه ظاهرة نادرة جدا يعني، وماش واضحة أسبابها. كل الأسباب بالبوليداكتيلي عادة بتكون وراثية، إنما هذه أشياء بالنتيجة علمية وإلى علاقة بالجينز. الجينز هن الجينات اللي بتعمل ميوتيشن لحتى يصير في عنا إجر زيادة، جانح زيادة. لازم ننتبه لبيئتنا، نخليها نظيفة حتى هالشي هالتلوث ما يصيب أولادنا بالمستقبل. ونحن عنا البحار والتلوث تبعها كمان، لا عجب أنه نشوف سمك بعين. وعلى الرغم من الشكل غير الطبيعي للدجاجة، فأنها تعيش حياة طبيعية ولا تؤثر الرجل الثالثة على حركتها اليومية، وهي قادرة على الاعتماد على نفسها وتستعمل الرجل الثالثة بكل سهولة. ولعل هذه الحالة الغريبة أعطت هذا الطائر فرصة للعيش بسلام في قن ينتظر قاطنيه سكين الذبح.